رشة دجاج على رشة بقدونس على رشة جبنة بصل، وبعد فيه وفيه، بس هو بيخبرنا شو هيدي الطبخة مع شيف شادي ورشة ملح. صباح الخير. مزبوط يا رولا، من اليوم رح بلش كل يوم بده يكون عندي حزورة صغيرة لألكم بالبيت، وكمان لا هالمذيع أو المذيعة اللي بتكون معي هون كمان بعالم الصباح الصبح. شو هي هالحزورة؟ كل يوم رح استعمل شغلة وحدة زيادة على الوصفة، وأنا رح سمي هيدي الشغلة، رح سميها لمسة. هاللمسة هي اللي بتعطينا الطيبة أكثر، أو لمسة الشيف أو لمسة الأم أو لمستكم أنتم. فاليوم يا رولا انتبهي شو رح استعمل شغلة وحدة زيادة بالوصفة، وبعدين بس نتلاقى نحكي عن الموضوع. أوكي، بسرعة فائقة رح أعمل اليوم وصفة بتعقد بتجنن، ما في حدا على الأرض إلا ما بيحبها. أوكي، هلا بتشوفوا كيف. دجاج، طلعوا شو أنا بدي أعمل هون. صفين دجاج عندي، واحد اثنين ثلاثة بهون، ليكوا شو رح أعمل بعدين بشرح أكثر وأكثر. عندي حص واحد اوكي او حصين من الثوم، عندي بصله وحده مفرومه، بزيد عليهم ملعقه صغيره من الخردل وملعقه كبيره من عصير الحامض، وبحط فيهم حوالي 600 جرام من سفاين الدجاج المقطعين شرائح مع ملعقتين من زيت الزيتون. واحد خلصنا. اثنين، ملعقه صغيره من الخردل، خليكم معي، كمان ملعقة كبيرة من عصير الحامض، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وسفينتين من الدجاج بيعملوا حوالي 300 جرام. صار عندنا شغلتين حطيناهم هون. وثالث شغلة هني كوبين من الكريم فريش. اوكي، هيدا هون كوب اللي هي الكريمة الطازة، وفي اشخاص بسموها كريمة اللباني. اوكي، وفي كمان في بعض البلدان العربية اللي بسموها أو عندهم كريمة بسموها قشطة قيمر. وحدة هون وهون اثنين من الساور كريم. صار عندي ثلاث شغلات أنا هلا، وحدة اثنين ثلاثة، أكيد رح أخلطهم مع بعضهم هلا بعد شوي صغيرة، وبرجع بعيد ضفت فيهم شغلة ما رح تكون موجودة بعدين بالوصفة. شو هي؟ هذه هي الحزورة، فخليكم معي للآخر تنشوف شو بدنا نعمل بهودي الثلاث اشياء، واكيد بالتلية تلي الموجوده عندي. رولا، انا جاي لك بعد شوي. حزرتي او بدك تحزري وبلشت تفكري؟ انا حزرت، انا كثير شاطره ابدا إن... بيكونوا قالوا لك بالتكنولوجيا. لا، ما فينا نكون هيك ابدا 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 ابدا. يلا جاي لك بعد شوي شيف. هلا وصلنا لفقره خفيف نضيف لنعرف اكثر عن اهميه تغليف الغذاء او الاكل، تاثير الغلاف بخفيف نضيف. صباح الخير نانسي. نانسي عواده، حضرتك اختصاصيه تغذيه، واليوم انت معنا لحتى نحكي عن هذا الموضوع يلي كثير من الاشخاص ما بيوعوا قد ايه مهم وقد ايه ممكن ياثر على الاكل بطريقه سلبيه ام ايجابيه. مزبوط. من وين بدنا نبلش؟ اوكي، اول شيء بعالم التغليف نحن كثير بنقول بنشبهها بالصوره، كيف بنركز على الصوره وبننسى الكادر، فاليوم بدنا ننسى الصوره شوي ونحكي عن الكادر. بالنسبه للتغليف، تغليف الاكل اكيد مثل ما كلنا بنعرف مهمته يحمي الاكل من كل الاوساخ والملوثات في الخارج، وبكل خلال كل السلسله الغذائيه اللي بيقطع فيها المنتج من وقت التصنيع خلال التوزيع ونقله ليوصل على رفوف السوبر ماركت. اكيد بده يحميه من اضرار كثير فيزيائيه، ان كانت مثل ازاز كيميائيه مثل ضوء، حراره، تاكسد وغيرها، واللي ممكن تاثر على اضرار بيولوجيه يعني تكاثر البكتيريا. كلنا بنعرف كل نوع اكل موصول بنوع بكتيريا معين، مفروض تتكاثر هالبكتيريا اذا نتامل لها هالشروط. فبيجي الغلاف مخصص ليحميها من هالاضرار. كمان ممكن يحمينا من الحشرات ليدخل بقلبها، هيدا كلنا بنعرفه. هلا عم بيصير كل منتجات عم نشوفها باحجام كثيره، كمان هيدا بنسميه convenient packaging، يعني الغلاف الملائم للمستهلك. كلنا بنعرف هيدي لتفادي الخسائر و
توفير أمرار حسب كل عائلة كم شخص بحاجة للمنتج. عسيرة التوفير عنا كمان أمرار نشتري المنتج ومنشتري معه التغليف. يعني هون عم نعمل نحن كأنه بالبيت طريقة ريسايكلينج بلا ما نحس. يعني بأي طريقة كيف عم نقول يعني نشتري معه مثل التغليف؟ مثل التغليف الإزاز. في كتير مثلا نشتري المنتج منرجع منفرغه فينا نخزن فيه منتج آخر نرجع نستعمله. أوكي. بس هون عشرت أنه يكون التغليف نرجع نعقمه مزبوط تحت حرارة عالية ونرجع أكيد ما في أي مشكلة نخزن فيه أي منتج آخر. الإزاز ما عنا مشكلة معه. كمان عنا علب الألومنيوم البلاستيك مثل علبة الحليب كمان فينا نرجع نستعملها نخزن فيها الأكل الجاف. بس نحكي مثل رز مثل برغل, هون كتير بتصير معنا منفوت على بدنا على المطبخ بدنا حليب بيطلع لنا برغل كتير يمكن صايرة معنا. بالنسبة كمان هون مثل ما شايفين في التغليف بيجي بكتير ألوان وأشكال. هون المصنع وشطارته أكيد ليجذب المستهلك. نحن هون التغليف منسميه سايلنت سيلزمان يعني البياع الصامت. يعني هو عم ببيع حاله. قدي شطارته كمان يحط لنا عليه معلومات باردة وسهلة يعني للمستهلك يشوفها ويقرأ عليها. علاصق في كتير معلومات لازم ننتبه لها. أكيد إذا معلومات مثل إذا عم نتبع حمية غذائية معينة في بيكون حاطين لنا برسنتج بروتين فات. إذا بدنا نعرف مكونات اللي بقلب المنتج يعني مكونات معينة يمكن نحن عندنا حساسية تجاهها ألرجي مادة معينة بتكون كمان مذكورة على اللاصق. وأي ملونات مواد حافظة بدنا نعرف عنها بتكون كمان موجودة. وكمان معلومات أخرى ممكن نستفيد منها مثل طريقة التخزين. إذا بعد ما نفتح العلبة فينا نخزنها بأي طريقة كله بيكون مذكور على الغلاف. أوكي نانسي في عدة أنواع بس غلاف نقول للأكل. في أنواع معينة بتضاين أكثر من 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 أنواع. مظبوط. هون كل الانواع منيحه نحن بالنسبه لنا. أوكي. كل انواع الغلاف منيحه بتخدم حسب كل نوع الاكل اللي نحن بدنا اياه والوظيفه. هلا ماشي نشوف الدات نشوف الوقت قد ايه لقد ايه هو بنقدر نستعمله. انتهى الصلاحيه. هلا بدي احكي كمان هون في شيء كثير مهم نحن بنسميه هون بدنا نوعي المستهلك عليه انه في حال حدوث اي شيء طلع لنا منتج ولقينا شيء ما عجبنا بالمنتج فينا هون بنسميها ريكول فينا ندق لحمايه المستهلك او للكاستمر سيرفيس بيكون مكتوب على الرقم مكتوب على الغلاف. فينا ندق ونعلمهم بالضرر هيك بنحمي غيرنا. صح. من هالأضرار. وكمان يعني أنا بتليفوني ما حسكر مصنع يعني بالعكس هيدا المصنع بيكون عنده تراكينج سيستم في يسحب هالدفعة يلي تأذت للضرر مثلا ما رح نقول البراند أو اسم صارت كتير بيوصلوا مسجز مثلا على التليفونات بيكونوا عم بيقولوا أو عم بيحاولوا يوعوا الأشخاص إنه بليز ما تستعملوا هلأ لنقول هيدا المنتج لأنه بدون يشيلوا هالكمية من السوق. مزبوط مزبوط. هيدي صايرة كتير مشان هيك لازم نحنا من إذا لقينا شيء ما عجبنا ما لازم نستبعده وخلص لا لازم ندق ونبلغ عنه. صحيح. بالنسبة لأنواع التغليف كتيرة كلنا بنعرفها أزاز كرتون معلبات بلاستيك. غيرها مثل ما قلنا بتخدم حسب الوظيفة اللي نحنا بدنا إياها. يعني أنا إذا بدي وصل ديليفري الكرتونة حاتم تحميلي هالأكل خلال ساعتين مقارنة بمعلب ممكن يحفظ الأكل 6 أشهر. يعني كل نوع تغليف بيخدمني حسب انا شو بدي. هلا لانه صار في كثير منافسه بالاسواق على المنتجات يعني من نفس المنتج بتلاقي كذا براند فعم بيلاقوا طرق جديده ليتواصلوا مع المستهلك ويخبروه عن جوده المنتج بطريقتهم. هلا هيدي صارت عم بتصير هالانواع باسواق عالميه ناطرينها باسواقنا ان شاء الله. مثلا حنعطي مثل اول شيء في عندنا الانتليجنت باكجينج او المغلف الذكي. ليه ذكي؟ لانه بخبرنا عن معايير خاصة عن المنتج. عم تحكي انت عن المغلف الورقة اللي موجودة المغلف من برا الباكج بلا ما نفتح نحن الباكج. أوكي. بلا ما نفتح نحن المغلف فينا نعرف شو عم بيصير جوا. أوكي. عن معايير معينة يعني انا مثلا الفواكه والخضرة بدي اعرف اذا طازة اذا مستوية بلا ما افتح هيدا مثل ما شايفين المعلب فينا اعرف من اللون برا على المعلب بيعطيني لون كل ما فتح اللون كل ما يعني عندي انه هيدي الفواكه مستوية. نفس الشيء اذا بدي اعرف عن حراره الاكل من برا مثل اللحوم والاسماك ازاز لا 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 باكج عادي ممكن يكون عادي مش حسب خص. الاكل لا لا هي بتكون ماده كيميائيه موجوده بالغلاف. أوكي. بتتفاعل مع الاكل تعمل مثل سنسينج وبتعطينا الاشاره لبرا بتغير اللون.
حلو. واو. هاي ناطرينا باسواقنا. او بعدنا عم نحكي على التكنولوجيا من الصبح بلاها و هلا هلا بقدر نخبركم بعد شي كثير اخبار مهضومه. بالنسبه كمان لحراره الاكل مثل اللحمه والسمك، كل ما علت حرارته كل ما غمق اللون فينا نعرف، كلنا بنعرف كل ما علت حراره اللحمه كل ما صارت فاسده منا غير صالحه للاكل. يعني بهالطريقه عم نخلي المستهلك يعرف اكثر ونزيد ثقتنا فيه بالمنتج اكثر. في انواع اخرى بسموها اكتف باكجينج واللي هو التغليف الفعال، اللي هي بحطوا مثل ماده بقلب التغليف بيتفاعل مع الاكل، مثلا حاعطي مثل مثل الاجبين والقلبين. الاجبين والقلبين بتفسد كل ما كتر الاكسجين بقلبها. طبعا هلا هون عم بيعملوا شيء بفوتوا بقلب التغليف بنسميه اكسجين سكافنجر، يعني بيسحب الاكسجين، بتصير بدل ما يهدي 6 اشهر بصير يهدي سنه. هيدا بنسميه اكتف باكجينج. في نوع مهضوم كثير من التغليف هو اسمه الادبل باكجينج، اللي هو الباكج اللي بيتاكل. سوري لحظه، صار في تغليف بيتاكل ما بنخلص من جوا، كمان ناكل من برا. من برا هيدا بسموه مقلدين اللايك نيتشر، يعني تغليف مثل الطبيعه. في نوعين منه، النوع مثل التفاح اللي هي مثل قشره التفاح، يعني هي يعني التغليف بيكون ماده من ماده بتتاكل، من كالسيوم، من تحلب، من مواد ممكن ناكلها بنغسلها وبناكلها. وممكن نوع اخر يلي هو مثل الموزه، يلي بنقشرها من كبة وهي بتكون بايودجريدبل بتحلل. هيدي بنتذكر هون البيئة بهالطريقة. هون في خبرية مهضومة، في مطعم ببرازيل عم بيقدم مثل ساندويشات وهامبرجر للمستهلكين مع مستعمل ادبل باكجينج، يعني باكج بياكلوه. واو. حتى هيك عم بيلاقي امباكت عند المستهلكين لانه ما عم بيقدروا ينطروا، بس انه بيكونوا على رفوف او شيء او هلا هي بعدها صح تحت دراسات، لانه في كمان ذا سيفتي سلامه الغذاء بتنوصل بهيدا النوع من التغليف. بس اذا قدرنا نتعامل معه بطريقه صح منا مشكله، مثل ما قلنا كمان في انواع بتتغسل، يعني كيف عم تغسل تفاحه ما في اي مشكله. طب معقول تتغير طعمه المنتج؟ هيك بعد عم بحكي بعدها تحدي، بعد ما صارت على اسواقنا، بس صير على اسواقنا نبقى بنحكم. اوكي، بس قد ايه بتشبع؟ يعني واحد يكون طالب مثلا علبه وحده، ممكن وقتها بياكل علبه ونص. العلبه مع الغلاف مع الغلاف شبعته توفره. هيدي منيحه عندنا بالنيوتريشن، لازم ندرجها. هلا كنصائح عامه ممكن نعطيها بالنسبه للتغليف. اول شيء كلنا صرنا نعرف المعلبات اذا كانت مضروبه منفوخه نستبعد عنها. مزبوط المعلب يحفظ لنا الاكل، بس اذا كان بهالشكل ممكن يكثر التسربات، وهون بصير في كثره سموم ولازم نستبعدها، يعني ما لازم نستهلك هيك انواع من المعلبات. بالنسبه للمعلب بعد ما نفتحه، لانه في كثير بيسالونا بعد ما نفتح المعلب فيني انا اكل، يعني ارجع اخزنهم يعني بالبراد ونرجع نخزنهم بالمعلب بالبراد. هون في جدال على هذا الموضوع، لانه في معلبات مصنوعه من ماده ايبوكسي ما بتتفاعل مع الاكل. يعني اوقات كثير بناكل ذره بنفتح الذره ما بنستعملها كلها، بنغطيها وبنحطها بالبراد. هلا مثل ما عم بقول في معلبات مصنوعه من ايبوكسي، يعني ماده ما بتتفاعل مع الاكل، يعني حتى لو انفتحت حطيتها بالبراد براد ما في مشكلة، ولكن في معلبات أخرى بتتفاعل مع الأكل وممكن ممكن كمان تسبب ضرر. فمشان هيك مفروض لصحة السلامة نشيلها ونخزنها. بالنسبة مثل ما حكينا اللاصق كتير مهم، انتهاء الصلاحية كتير مهم. بس هون بدي أقول كمان انتهاء الصلاحية ممكن عند المنتج يخلي هيدا المنتج يهديني لسنة، ولكن بعد ما أفتحه ما بقى حيهديني لسنة أكيد. بعد ما أفتحه بالبراد بصير يهديني أقل بكتير، يعني جمعة طبعا. حسب كل نوع برودكت. هلا هون بس بدي اقول خبريه مهضومه، انه عندنا بالاسواق لشيء موجود عندنا، انه مثلا انا كيف بدي اعرف اذا هيدي مفتوحه او مسكره؟ مثل هيدا العصير مفتوحه او مسكره؟ شوف من فوق على العلبه، ممكن شوف على العلبه من فوق هون قاسيه ما فيني ما عم تتحرك. بس افتحها، هول بنسميهم انتي تامبر ديفايس، بتصير تعمل
بالتقطيع. هيدي بلا ما انا اشوفها هيك بس اعملها هيك بعرف انها مفتوحه. هيدي نفسها بالمي موجوده وقتها نشوفها، هي يمكن كلنا بنعرفها بس ما بنعرف انها هي من علامات لحمايه الغش، يعني نعرف اذا مفتوحه ولا لا. واخر شيء بس بدي اقول مزبوط التغليف بيحملنا المنتج بس نحن كمان دورنا نحمي البيئه، يعني كمان اذا فينا نبلش من حالنا نعمل ريسايكلينج بالبيت. في شركات تتمنى ترجع تاخذ هالمنتجات ان كانت ازاز كرتون منا وترجع تصنعها. هول الانواع يعني عندك البلاستيك انحطوا لوحدها عم موجوده كثير صارت بجامعات وغيرها. ايه؟ اذا فينا نحن نبلش ببيوتنا كمان بدنا هيدي الثقافه شوي تنتشر يا ريت بالشوارع حتى عنا بلبنان. بس مزبوط انه لانينه المي البلاستيك ما فينا نستعمل فيها المي مره ثانيه؟ مزبوط، كنت بدي اقولها بس خفت ما يكون عندي وقت. المي كمان كثره استعمالها في عنا كثير من المستهلكين بيرجعوا بيعبوها وبيرجعوا يعني كل الجمعه بضلهم يعبوها نفسها. في دراسات فرجت انه على كثره غسيلها بتطلع ماده البيسفينول واللي هي ما منيحه للجسم. أوكي. فمفروض ما يعني مرتين ثلاثه نستهلكها مش كثير. هلا اللي من البلاستيك الكبير اللي مستعمله للطبخ منا مشكله. أوكي. لانه عم بيتعرض لحراره. نانسي انا بدي اتشكرك، لو معنا وقت اكثر كنا حكينا. يعطيك العافيه. بدنا نتوقف مع فصل علينا ومن بعده خفيف نظيف او لا بخصوص الجمال مع جين، راجعي لكم.